أسعد الله صباحكم وأسعد الله مساءكم أينما كنتم. معكم إبراهيم إدريس عبر سلام ميديا ونافذة آدال في رحلة في الذاكرة الإريترية مع المناضل الأستاذ عبد الله سليمان. عبد الله سليمان تحدث معنا في الحقبة التي سبقت هذه المرحلة من سنة 48 إلى 65، وفي 65 في الحلقة الماضية كان قد وصل بقرار من التنظيم أن يتحرك من أسمرة إلى كسلة عبر مدينة تسني، وكانت تلك قصة يعني جدا عميقة في سردها وفي تفاصيلها، ومر بغلوج إلى منطقة وجود جده، ومن ثم قراره الآن للتوجه إلى مدينة كسلة واللقاء بالتنظيم والإدارات السياسية الموجودة في تلك المدينة التي كانت حاضنة لجبهة تحرير إريتريا خصوصا والثورة الإريترية عموما. أستاذ عبد الله، الآن أنت في كسلة، ماذا رأيت؟ كيف وجدت التنظيم؟ ما هي أهم المراحل الجديدة التي استكشفتها؟ ما هي النقاط القوة ونقاط الضعف التي وجدتها في تلك المرحلة؟ وصلت طبعا أولا القضارف، أصلا مشيت بالخلب الجمال. ما دخلت برأس اللي كسلة، ما زلت بنتهد. أيوة يعني أيوة. جدي أيوة. أداهم أمانة، قال لهم يجيبوا سمسم ويأخذوا سكر من هنا. أيوة. ثلاثة يوم مشينا ووصلنا زهانة. أيوة. ود الحليم. أيوة. وكان وصاهم إنه ما تقول لي أمشي السوق براه. أيوة. واحد منكم يمشي. أيوة. معاه إلى داخل سوق القضارف. أيوة. وهناك هو يفتش أي واحد. أيوة. هيعرف ناس البلد يعني. أيوة. وفعلا عملوا كده. هل جدك كان يعرف أنك أنت ماشي ليه؟ جدك كان أيوة. يعرف. ايوه ما كلمته، قلت ماشي في اخوي. ماشي اخوك. ايوه لكن ما وريته الجانب السياسي ابدا. جميل أبداً. جميل. ايوه هسه شفته واحد كده. فين؟ والله بشوف الاثنين فيه لكن ما قادر. في القضارف. في القضارف. ايوه فتش اشرب قهوه. والراجل معاي ذاته لحد ما القى زول عشان. ايوه في النهايه لقيت واحد قلت اسمه محمد عثمان اسمه. ايوه بعدين كمان عرفته. يتردد في المكتب ذاته وظن مرتبط معه. أيوة. سلمت عليه وكده، قلت له يا اخي داير انا مكتب الجبهه. خلاص قال لي كوش من وين جيت؟ قال لي والله قلت له انا جيت من اتجاه قلوج. قلت له ايوه يمكن داير امشي الجبهه وكده يعني. أيوة. وشربني شاي ومشينا. لما مشيت المكتب جابني هناك لقيت اخونا وصديقنا موسى محمود رادعي. بتعرفه من كرن؟ من كرن يعني. اصدقاء كنا كمان حتى جدا. من كرن يعني. جدا. سلمنا وكذا وكذا وخلاص رقنا وهناك، وبعدين مشينا السوق وتغدينا وكذا وكلمته طبعا. اوكي. قلت له انا داير امشي الميدان عبر كسلة وكذا. فحس اشوف لي طريقه. قلت له انا مسألة قروش ما عندي مشكله، عندي قروش يعني امشي كسلة ومن داير اطلع الميدان. قال لي يا اخي اول خليك كده أقعد معاي ثلاثة يوم ذات نتونس ذلك. بعد ثلاثة يوم تمشي. تمشي. طبعا عايز. أيوة. عايز ذكريات. أيوة. رجل متعلق بمدينته. أيوة. ثلاثة يوم فعلا هو ذاته وراني يعني في قيادة ثورية وفي مكاتب. في قيادة ثورية. أيوة. أيوة. في مكاتب. في مكاتب. أيوة. في وراني وضع في القضارف التشاكيل موجودة. إيه هي التشاكيل؟ الخلايا معنا؟ أيوة. زي الخلايا؟ التشاكيل هي زي ما تقول كل حي. أيوة. ناسه يتجمعوا يطلعوا اشتراكات. أيوة. ويطلعوا تبرعات. أيوة. و
الأحياء دي يعني تجتمع كل يوم الجمعة. أيوة في نقاش في. أيوة طبعاً. أيوة. أيوة. في أخبار تجي. أيوة. تتوزع. أيوة. منشور و. أيوة. لا عشان ما تبان التشاكيل كانت تبتدي وما بتأخذ. أيوة لا لا. أيوة. والله التشاكيل أيوة. واعية و. وراني ده طبعاً. أيوة. أنا هناك ما اجتمعت بس. أيوة. هو وراني. يعني الشعب ده اللي موجود في القضارف واللي موجود حتى في المدن الثانيه في ايوه في القرى الكبيره زي الحفي اسمها شنو دي يعني حوالي قضارف حوالي القضارف. أيوة. كل هذا ليه منظمه في في أيوة. في تشاكيل. ايوه اللي هي حاجه زي خلايا زي خلايا. ايوه وبعد ثلاثة يوم مشيت على وعده. ايوه على وعده كسل. وصادف واحد كان ماشي لكسلة. ايوه كان ماشي لكسلة. ف يعني مشيت معه. ايوه قال له ايوه قال له توديه طوال القياده السوريه وتوديه كمان في واد عمه اسمه عبد ادريس كده مناضل عبد ادريس. لا لا ما مناضل هو سائق هو. ايوه لا ما في عبد ادريس برضو مناضل كان هذا. أيوة. التسليح. ايوه المهم وصلنا هناك وقلت له اول وديني في عبد ادريس. ايوه وطوال سال انه معه يشتغل ذاته من اول ذاته. ايوه محمد ابو بكر اسمه سائق. أيوة. هو سائق. اوكي. ايوه ايوه ف اشتغلوا سوا. خلاص عبده اخذ البيت. يعني مؤجر بيت. الارتين كانوا كجاليه ولا كانوا كيف بيعيشوا؟ قاعد أتكلم عن سواق والناس شغاله في السوق وكده. ايوه ايوه يعني هم كانوا منصهرين في المجتمع. منصهرين في المجتمع المدينه. يعني مجتمع المدينه. ايوه اها التقيت بعديها بعدها مشيت. معلش انا عايز اخذ خطوات عمليه. ايوه ايوه, أيوة. تمام. بعدين مشيت القياده الثوريه وكده التقيت مين في أيوة. القياده الثوريه؟ والله التقيت عمر حاج ادريس. عمر حاج ادريس. ايوه يعني عمر. كان تعريفي يعني انا. أيوة. دائره في أيوة. الميدان كده. وبرضه التقيت جعفر محمد. جعفر محمد. ايوه شيء جعفر محمد هو. ايوه لانه أيوة. هو اللي كان يطلع الناس كان في الجيش السوداني. أيوة. يعني من الشخصيات الوطنيه القديمه الميدان. يعني. ايوه ايوه من الرعيل. وبرضه صالح حدوق. صالح حدوق. ايوه ايوه كلمتهم يعني وكده. ايوه وقعدت يومين ما ادوني. أيوة. رد. ايوه بعد يومين استاذ محمود محمد صالح ده مكتب بتاع جبهه فيه مكاتب وفيه مسؤولين. أيوة. 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 ايوه اظن ستة اوض. هو ستة غرف. ايوه ايوه واستاذ فين كان فيها حي ايش كان ورا الجمارك. حي ورا الجمارك. حي الجمارك. ايوه ايوه, أيوة. أيوة. لا بسأل عشان أي حد يبحث بعد. أيوة. في المستقبل. أيوة. أيوة. يقدر يتحقق من المسائل. أيوة. أيوة يعني ورا حي الجمارك. أيوة. وصحيح الأساس بسيط هو داخل المكاتب. أيوة. أيوة لكن العمل منظم. عمل منظم. أيوة. كيف منظم؟ شكل عمل منظم يعني كل أدينا صور. أيوة يعمل المهمة بتاعته ده بعدين عرفتها يعني. أيوة أيوة هسه. أيوة. أستاذ محمود قال لي يا أخي مين أستاذ محمود؟ أستاذ محمود محمد صالح مرب الأجيال أيوة راجل الجسور المناضل الكبير مدرس كان في أغردات. أيوة مدرس في أغردات. أيوة. وكان في الحركة وكان في الجبهة يعني حتى في تأسيس راجل كله يعني. أيوة. حياته كلها نضالية. نضال. أيوة. أيوة. طيب فقال لي هو مسؤول إيه كان؟ هو مسؤول مكتب الشؤون التنظيمية. ايوه مكتب هذا المكتب مهمته مسؤول عن تنظيم الجماهير. أيوة. وشأن الجماهير. ايوه في السودان وفي إريتريا في الداخل والخارج. ايوه معناها ده الدينامو بتاع العمل علاقات التنظيم. ايوه والله اتخطيت في مكان بالضبط. ما سهل يعني. ايوه 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 بعدين طبعا ده موضوع ثاني هو. ايوه المهم وقال لي تبقى معي هنا. ايوه وكده حدد لك شنو المسؤوليات بتاعتك. المسؤوليات طبعا عشان انخرط في تنظيم الجماهير ده. ايوه وامشي الاجتماعات. أيوة. وكذا دي معناها دي بدايتك الاولى ككادر. ككادر. نعم. ككادر. أيوة. تنظيمي سياسي. ايوه و
كان معاي بعدين يعني اللي عرفته برضو مسؤول يعني عن المسائل دي محمود اليمان. محمود اليمان المناظر محمود اليمان. أيوة ذاته. أيوة. كنا نمشي أيوة. الاجتماعات سوا. و طيب أنا قلت له أنا جيت عشان أمشي الميدان قلت له. وما يعني أصلاً رغبتي قلت له أنك تمشي الكفاح المسلح. أيوة قلت له يعني أنا كله قطعت المسافة دي كلها قلت له عشان الميدان يعني. أيوة. انت في ذهنك انك كان المفروض تمشي المنطقه الثانيه يعني ده خلاص السمر. وصوره عمر ازاز وصوره انك حتعمل معاه. أيوة. والمجموعه اوريدي كنت انت عن طريق حجاز جيت شفتهم فيعني عندك حميميه للمكان اللي هو المنطقه الثانيه. أيوة. انا اعتقد الكلام ده يمكن صحيح 90%. أيوة. يعني انا بس انه اعمل في المنطقه الثانيه واعمل مع القائد الشهيد عمر ازاز. ايوه دي خلاص بالنسبه لي انا صوره يعني صوره لازم تتم يعني. ايوه طيب الحصل ايه؟ الحصل قال لي ده تنظيم ده تنظيم سياسي. ايوه الحصل قال لي كده بطريقه عشان يطمني. ايوه يعني قال لي حسن احنا طبعا قال لي المكاتب دي ذاتها يعني جديده هي. ايوه كده. ايوه وممكن لفتره وبعدين. أيوة. تمشي قال لي. جميل. طبعا ما اقدر اخالف قلت له كويس وبدات معاه اللعب. اوكي طيب ايه هي الاشياء العمليه اللي بدات انت حس لما بدات معاه العمل العمل في لجنه فرعيه. لجنه فرعيه. ايوه ايوه يعني كل مدينة سودانية فيها التشكيلات دي فيها الخلايا فيها عندها لجنة فرعية عندها لجنة هي فرعية. اللي تدد. أيوة. اللجنة الفرعية هي الإدارة. أيوة. التنظيمية والسياسية للخلايا. أيوة. أو التشكيلات على حسب. أيوة. المسمى اللي أنت قاعد تقول. أيوة. 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 أو الكام موجود. أيوة. حسا أنا ومحمود ليمان. أيوة. وأنا مرات براي ومحمود كمان بطريقته. يعني امشي في اللجنه الفرعيه. أيوة. الجمعه الجايه. ايوه ايه البرامج اللي انت حتعملوها. ايوه ايوه فاهلوك لي انك. أيوة. تعمل عمل اداري وعمل تنظيمي وسياسي. أيوة. يعني. أيوة. ايوه نعم طيب ونمشي. طيب يعني مثلا انا ومحمود ليمان نمشي مرات كل واحد لوحده عشان نغطي يعني تغطوا أيوة. المسؤوليه. ايوه ايوه وبرضو رئيس اللجنة الفرعية. أيوة. وفي أعضاء في اللجنة الفرعية خمسة هم. رئيس ده يعني رجل يعني رزين ورجل يعني واعي هو. أيوة. اسمه محمود محمد علي. أيوة. كان عنده القهوة الشهيرة دي اللي اسمها قهوة النجيلة في كسلة. النجيلة في كسلة. أيوة. 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 ده كمان ده ما كان برلمان لوحده. ايوه ايوه نعم برلمان للجنود. ايوه برلمان كان. ايوه ف يمشي هو في اجتماع. ايوه وطبعا يعني الشيء اللي شفته الانضباط بتاع الجماهير والحماس. ايوه بعدين ما في حي يخلو من تشكيله ابدا. يا سلام في يعني كسله. ابدا من الختميه تعالي ابو خمسه. تعالي سوريبة، تعالي المرغنية، تعالي حل الجديد، تعالي الحلنقة، تعالي حل البوليس. انت قاعد تتكلم عن يعني المدينة كاملة في كسلة كان فيها خلايا ووجود إريتري حقيقي ومتفاعل مع الثورة. أيوة أيوة. طيب أم عبد الله رغم ان الحديث ده جميل جدا وشيق وما عايز يعني ياخذ مننا فرصة طويلة لكن هنخلي الفكرة دي الصورة الجميلة دي. أي صورة جميلة زي دي بقابلة تحديات والواقع اللي حواليها يعني بيتفاعل معها سلبا أو إيجابا. أنت حدثنا عن الجانب الإيجابي في التسلسل ده وين كانت المشاكل؟ طبعا لا سيما أنه يعني المرحلة دي مرحلة كانت صراعات حقيقية. أيوة. والله الناس اللي كانوا حاضرين الفترة اللي أنا حضرتها يمكن بيتذكروا ويقدروا يسهموا في
رسم صورة للوضع اللي أيوة. كان موجود وكيف تطور وكده. لكن الشيء اللي حصل أو اللي تجربتك أنت، أيوة تجربتي أنا اللي شفتها، يعني مجرد ما وصلتها أيوة بعد أسابيع كده سمعت أنه يعني في ناس في الفرع ما راضين وكده. ما راضين بإيه؟ يعني ما راضين كده ب يعني في تمرد أو تزمر. أيوة أيوة تزمر سياسيا، تزمر يعني سياسي. أيوة سياسي. أيوة تزمر سياسي أيوة. حقيقة هم ما عندهم مشكلة مع فرد ولا كده، لا تزمر، تزمر سياسي. إيه هو أهم ملامحه؟ والله ما يعني حسب ما سمعت أنا قبلك قالوا لي بشهر وما أعرف ولا كده، فما كان شيء كثير يعني، وانتهى يعني مش انتهى بالش اسمه هنا يعني. لا عشان المسألة تكون واضحة الصورة. أيوة أيوة. يعني شنو القضايا؟ أيوة ما بجي يعني. أيوة المهم هم طرحوا مطالب أظن. أيوة والقيادة الثورية رفضت. القيادة الثورية هي قيادة بين الجيش وبين المجلس الأعلى صح؟ أيوة. وتعتبر أعلى قيادة. وأنت حسا عضو في إحدى في مكاتبها. أيوة. وسمعت المشاكل دي، طبيعة المشاكل دي كانت شنو؟ أيوة. والله هم الناس المطالب. اللي حكوا لي أنا لأنه أيوة. ما حضرت الحدث نفسه. أيوة لكن يعني كده حصل قالوا لي. حصل إيه؟ يعني اللي هو هم قدموا مطالب و رفضت المطالب دي. أيوة من القيادة الثورية وفصلوا اثنين نفر أظن قالوا لي. أيوة يعني من التنظيم. والله أفتكر واحد منهم كان في اللجنة الفرعية. أيوة قالوا يعني. أيوة. بعدين عرفته كمان. أيوة وبعدين ما قضية كبيرة بدليل أيوة. أنه يعني الأمور عادت إلى نصابة. طيب نسيب أيوة. الحتة. أيوة. طيب حصل شنو بعدها؟ أيوة. بعدها التحديات طبعا يعني انا طبعا في المكتب الشؤون التنظيميه. ايوه المكتب كان مشغول يعني. ايوه في المساله بتاع تنظيم الجماهير وكده. ايوه ف سنه 67 ايوه حصلت سياسه الارض المحروقه لبركه من قبل إثيوبيا. من قبل إثيوبيا. أيوة. طيب و دي تم فيها إيه؟ تم فيها هي المجازر التاريخية. أيوة المجازر التاريخية. أيوة للقرى ولتشريد والثروة الحيوانية اللي دمروها وكده يعني صح؟ أيوة. دي المرحلة. طيب ده 67. أيوة فالقيادة الثورية كلفت محمود محمد صالح. أيوة اجتمعوا وقالوا له تمشي لبركة. أيوة المنطقة الأولى يعني. أيوة. تمشي وتحصل لنا الخسائر. أيوة. سواء في البشر وسواء في المواشي سواء في الحرائق بتاع القرى. أيوة. ووضع الشعب عايش كيف حسها و... أيوة. وكده فقال لي تمشي معي. أوكي. مشينا سوا وتقريبا استغرقنا شهر كامل في مناطق. أيوة. تتذكر المناطق؟ اسكن لنا بعض المناطق. والله كلها تقريبا اقدر اقول المشاهد عشان أيوة وصلنا اتجاه رهيع عباي وصلنا. أيوة. اتجاه علي ابراهيم. ايوه والمناطق بتاع كركبت. ايوه يا عم. أيوة. يعني ايوه جهات يعني. ايوه لفينا وفعلا يعني استاذ محمود عمل برنامج لتسجيل المسائل دي. ايوه كان حصر. أيوة. ايوه دفتر كبير. أيوة. كده فدي كانت اول مهمه اداريه ليك. أيوة. ككادر. أيوة. في التنظيم. أيوة. ايوه ماسك له الهدايه. أيوة. وهو يوريني طبعا. أيوة. ونتكلم. أيوة. وكده هو اخذنا التقرير و... ورجعنا. أيوة. ودي طبعا
كانت يعني عمل يعني فظيع قامت به اثيوبيا، يعني شيء يعني لاول مره يعني منطقه بكامله يعني تحرق وكذا، فده اثر في الناس كثير. وبرضه المساحه اللي تمت فيها هذه الجرائم تبدا من فين؟ من عهد ابراهيم المناطق؟ ايوه عهد ابراهيم، ايوه يعني نتكلم عن ساوة، نتكلم عن أيوة بركة، كتحات، أيوة والقاش. وبرضو يعني القاش ما لحق كثير، ما لحق كثير، لكن المستهدفة كانت منطقة بركة. بركة أيوة نعم. أيوة. فدي معناها كبوة تاريخية اقتصادية سياسية صحفية على هذا المجتمع في بركة. أثرت كده. أيوة. والثورة الوقت ده كمان المناطق العسكرية. بدأت فيها مشاكل من نوع أنه يعني في داخل المنطقة نفسها أيوة. تلقى في يعني صراعات شكلها يعني بتأخذ هي ما الناس لما يخوضوها ما يخوضوها يورقوا يعني أيوة. لكن هي زي ما تقول يعني في صراع سلطة ايوه بالمعنى ايوه عادي. وبرضه فيه كمان بتاع مكونات يعني شويه مكونات نسيج الاجتماعي مع انه تلقاهم تناقض النسيج الاجتماعي أيوة. بس تناقض ايوه ده التعريف الصح يعني ايوه. وبعدين وجات عليهم الضربه العسكريه دي ايوه نعم أيوة. طيب اسال ونحن ما أسارة. شاهدنا يعني في الوقت ده يعني الجيش الاثيوبي ده لما يعمل الحرائق كله ايوه يعني لانه ما كان في تنسيق وما في خطة ايوه لمواجهة ايوه لمواجهة مثلا يعني هجوم زي ده يعني أيوة. يجوك في ما هي دي مرحلة جديدة أيوة. مرحلة جديدة أيوة. يعني فيها تطورات جديدة من العدو أيوة. أيوة. أثرت على أيوة. طيب أيوة. أنا عايز أوصل للنتائج حقيقة وبقى مناطق هي ايوه يعني في المنطقة الخامسة بس باختصار يعني أيوة. حصلت مشاكل زي شنو؟ قائد سلم لإثيوبيا مين اسمه؟ ولداي كحساي اسمه ولداي كحساي سلم لمنطقة الخامسة أيوة. دي مشكلة أيوة. مشاكل تانية؟ هو مشاكل تانية مثلا يعني تلقى في يعني منطقة الثالثة منطقة تانية الهناي ما كان التعاون عدم بين المناطق بين المناطق أيوة أيوة يعني كل واحد يعني عاكف في اصبحت مراكز زي الجزر المعزوله كنت اقول لي انا زمان الجزر المعزوله ايوه حتى أيام. دي بالنسبه للمناطق أيوة. ده معناه ينفي بقوله انه كانت تجربه المناطق هي تجربه مطلوبه او ضروريه أيوة. ما في راي بيقول لك انه دي تجربه صحيحه تطبيقها كان خطا، هل الكلام ده صح ولا الفكره اصلا ما كانت صح؟ والله انا بقول المساله نشوفها من زاويه ثانيه. تفضل. مثلا يعني قبل المناطق أيوة. الثوار كانوا محصورين في مناطق محدودة أيوة. حسب اتسعت الدائرة لما عملوا خريطة أيوة. لأربع منطقة في الأول أيوة. هي الأهم أيوة. يعني في ناس تواجدوا مع أهلهم أيوة في منطقة في المنطقة أيوة. أيوة. مثلا عبد الكريم أحمد موجود في أكلوغزا أيوة تمام في معه مغافلين يعني من كبسة وكده لكن ما من المنطقة يعني أيوة لكن قدر السوار قدروا يحتكوا مع الشعب مع طوال. الشعب أيوة وبدأ ناس يجوهم أيوة بس بقى مطلوب سلاح وسلاح كان يمشي لهم أيوة شفت كيف أنت هناك قائد منطقة وجيت هناك وقعدت تنظم الشعب وتوعي الشعب وفي أجهزة يعني هل أنتوا لما تلمحتوا حس المشاكل؟ تلمحناها فعلاً وكانت تمشي في اتجاه خطير جداً يعني. طيب أنا عايز أركز حس في دورك أنت. لأنه شوية. دورك أنت كشاب دورك أنت كزول كادر عملت شنو في المرحلة دي؟ والله نحن طبعاً نعمل إيه لأنه. طبعا زي ما قلت القيادة الثورية ايوه هم تسعة نفر تسعة نفر اوكي شفتها
وطبعا في الورق في اللائحة مهمته هو تنسيق الإشراف على الميدان، يعني الميدان. الميدان معناها المناطق، المناطق. بعدين وبعدين الخدمات، أيوة، مثلا احتياجات الجندي من ملابس، أيوة، كذا، والجرحى اللي يجوا، مسؤوليات كثيرة، أيوة، كل اللوجيستيك، أيوة، أي متعلق. لكن مع الوقت، أيوة، المناطق العسكرية بقت أقوى منهم، أقوى من القيادة بتاعتهم، أقوى من يعني القيادة، اتقوت وبقت، أيوة، مراكز، حقيقة لازم بقت مراكز، لأنه أيوة، أيوة، لأنه يعني وبرضو ما الناس بشر يعني، أيوة، برضو الناس كمان يعني زي ما لما جاءت الوحدة الثلاثية حصل انقسامات وكده، أيوة، الناس كمان كانت يعني التفاصيل مهمة، أيوة، وأنا حجيب في الحين، أيوة، كل التفاصيل مهمة. دائرة التنظيم توسعت، المطالب كثرت، التحديات أصبحت حقيقية، أصبح هناك في أزمة بتاعت سلطة وإدارة ومراكز نفوذ جديدة ضد مراكز نفوذ أساسية، السلم القيادي مع القاعدة، بين القاعدة الرأسية والأفقية حصل، بدأت التناقضات، كلمة التناقضات. فننهي هذه المرحلة بأنك أنت جيت وشاركت في العمل الكادري، لكن بالإيجابيات اللي شفتها أيضا واجهتك سلبيات، وأيضا تحدثتنا عن الجريمة اللي ارتكبت في منطقة بركة وأثارها الاقتصادية والسياسية على المنطقة. بهذه الحلقة نكون بدأنا رحلة الأستاذ عبد الله سليمان المناضل في تجربة العمل التنظيمي ككادر سياسي ضمن دائرة القيادة الثورية، وتحديدا ضمن الجهاز التنظيمي اللي هو كان يرأسه الأستاذ محمود محمد صالح. إلى أن نلتقي بكم، نستودعكم الله. يعني في كسلة، أيوة، ذاته يعني تحصل اجتماعات، كانت مثلا نقول جايب من المنطقة الرابعة ولا من المنطقة الثالثة ولا كده، ناس الميدان نخليهم نقربهم في بعض، يتحاور المناطق، مش المناطق، كأفراد يقلبوا الجو لجبهة التحرير، ما زي ما كنا نسمع حركة إصلاح، لا لا غيرناها، ما علينا حركة، أيوة، إصلاح. زمان مركزين على الجيش كنا بس، أيوة، حس لما نتكشف، أيوة، عشان ما تكون في بلبلة في الجماهير، أيوة، بقينا نجتمع من الجماهير.